نعم أتسيا كان يلعب على الفوز، وإحنا ما عندنا إلا نفوز بالمباريات الجاية كلها. أعتقد اليوم كانوا فايزين اللاعبين، لكن تقديرات وسوء تقدير الحكم. أنا طبعا ما أحتج على الحكم، الحكم كان جيد في المباريات والبار كانوا جيدين، ولكن هذا سوء التقدير للهدف اللي ألغاه. أعتقد هو حضرتك للقصية في نهاية الموسم، يعني الموقع الحالي لا يليق بالقصية. للحين ما خلص الموسم، إن شاء الله باقي كم لعبة وباقي الست الأوائل راح يكملون ويبين هذه نهاية الموسم. الآن تو الناس وفريق نادي القادسية تطور أكثر وأكثر، اللاعبين تفاهموا مع بعضهم مع المدرب، قادرين يطبقون الخطة اللي مطلوبة منهم. المحترفين بدأوا يثبتوا إن هم صفقات جيدة اللي تمت في يناير. طبعاً أكيد. راضي عن أداء بنياك الفندق؟ للحين راضي، أكيد للحين راضي. لو حضرتك توجه كلمة لجمهور القادسية اللي غضبان بعض الشيء من موقع الفريق. جمهور القادسية ما يغضب على فريقه دائماً، ما يغضب على فريقه، ولكن يعتب. دائماً العتاب موجود، سواء حتى لو فايزين بنتيجه مو راضيه للجماهير. جمهور القادسية جمهور حساس يفهم كرة قدم، أكثر جمهور بالكويت يعرف كرة القدم. يا هلا.